سلام عليكم تم الحكم بالإعدام على شخص ينقال له عاطف عاطف هذا مصر الجنسيه عمره ثلاثه وأربعين سنه شنو قصته عاطف في ألفين وعشره تعرف على شخص اسمه كامل كامل يعمل حارس بناية في منطقة حولي الاثنين هذول يتبعون محافظة سوهاج في مصر وتعرفوا على بعض في الكويت يعني من خلال العمل والشغل وكذا فتعرف عاطف العامل في البنيان على كامل حارس البناية عاطف ساكن في حولي في أحد العمارات وكان عايش مع فتاة فلبينية وكان أهل اللي متكفل فيها وعايشين مع بعض لكن يعني بشكل غير رسمي يقول ان الزواج يعني عرفي طبعا هذا مجرم عندنا في الكويت لانه غير قانوني ما لكم بالطويلة عارف هذا صارت عنده ضائقة مالية تم يعني فصله من العمل لسوء سلوكه ولأنه ما كان يداوم وكان كله مشغول مع الفلبينية وما يبي يروح الدوام ومن هالكلام وفصلوه وقعد بشقتها مع الفلبينيه ما عنده دينار قام شوي شوي يشحذ من هذا ويشحذ من هذا لين صارت حالته الماديه صعبه الفلبينيه قامت عليه انا ما يبي انت انت ماكو فايده انت بس ياكل انت بس ينام انت سمسم مال الخروف انت زعل لا ما تقول كذا انا راجل انا قال انا لازم اتصرف قال خلنا اروح حق صديقي اللي ينقال له كامل حارس البنايه كل مره يروح يتسلف منه عشر دنانير عشرين دينار ثلاثين دينار هذاك الرجال زهق منه هم الرجال على باب الله حارس بنايه يعني لكن هذا تولجه كل شوي رايح له آه كامل زيك اخبارك إيه؟ عندك آه عشرين دينار وارجعها لك بعدين ياخذ العشرين وما يرجعها ابتلش فيه كامل مالكم بالطويله يعني كامل قال هذه هذا المعرفه القشره يعني ما منه فايده بس يتسلف ويمشي ذاك اليوم راح عاطف عند كامل بعد ما ضاقت فيه الدنيا يبي دينار بس الحين صاحب البنايه يبي منا الايجار والفلبينيه تبي منا فلوس مصاريف والحبيب مقعدها قايل لها لا تشتغلين انا اصرف عليك يعني مسوي نفسه النذيب يعني فتبي معاش الفلبينيه وصاحب الشقه اللي ساكنين فيها يبي ايجاره وهذا يبي مصاريف ما عنده راح كامل آيا كامل زيك اخبارك ايه هذا الحكي بالليل يعني كان وقت النوم عند كامل، تعرفون حارس عمارة لازم يقعد من الصبح يشتغل. دخل عليه عاطف، يا كامل ازيك اخبارك إيه؟ اهلا ومش تفضل تفضل حياك. قال له يا كامل انا عاوز منك فلوس. قال له يا عاطف انت كل يوم والتاني تجيني وتاخذ مني عشرة وعشرين دينار وما ترجعهمش وانا راجل يعني على قد حالي يعني. قال المشكلة يا عاية كامل أنا مش عاوز عشرة وعشرين دينار أنا عاوز مية دينار قال لا أنت بتتكلم جد والله ما عنديش ما عنديش غير الألف وربعمية دينار اللي هم الإيجارات متل البناية أنا لسه مجمع الإيجارات وصاحب البناية حقيقي ياخذهم عاطف سمع ألف وأربعمية دينار عند كامل وكان قاعد وياه هني قام يوسوس للشيطان أثناء ما كان عاطفي يفكر شلون ياخذ ال 1400 دينار من صاحبه كامل دخلوا ثلاثة من أصدقاء كامل مارين يسلمون عليه وكذا قعدوا وحط لهم هالشيشة المعسل تعرفون الحراس دائما عندهم شيشة حاط ويدخنون ربع وجايين علشان يعني سوالف وسلام وكذا ويمشوا بعد ما خلصوا الشيشة وعاطف قاعد ما يبي يتحرك المهم مشوا هالثلاثة بقى عاطف وكامل حارس البناية قال آه يا عاطف مش هتدبر لي المئة دينار قال لا والله ما عنديش أقسم بالله بس اللي عندي الإيجارات وانت عارف قال له ما في مشكلة قال له يا عاطف انا عاوز انام وعندي شغل الصبح قال لا خلاص انت نام انا عاوز بس اشرب راس الشيشه دي اعمل لي شيشه اشرب واتوكل على الله قال اوكي راح مسكين كامل من ثقته فيه راح حط راسه ونام قام هذا عاطف وسوى له شيشه وقعد شيء ويراقب كامل يبي تاكد ان كامل نام وبالفعل بدا يسمع كامل مسكين قام يشخر شخير النوم داش بسابع نومه على قولتهم وعلى طول يتوجه عاطف الى المطبخ على بنا انه قاعد يعني يشتغل يسوي له الشيشه وكذا وياخذ السكين وعلى طول يروح عند كامل وهو نايم ويحط السكينه على رقبته يبي ينحره حس مسكين هذا كامل حاول يقاوم على طول نحره لكن ما قدر انه يقتله يعني اصابه بجرح قطعي في الرقبه حاول يقوم هذا كامل سدد له اربع طعنات في الصدر كانت قاتله على طول سقط ميت كامل وقام عاطف وفتش الغرفه اللي فيها الحارس كامل ولقى فعلا ال 1400 دينار اللي هم الايجارات اخذهم وهرب من الموقع. وهني انتهت القصة بالنسبة حق عارف لكن شو اللي حصل بعدين اليوم الثاني أحد القاطنين في العمارة ينادي على كامل يا كامل يا كامل الظاهر كامل يعني متعود الصبح إنه يغسل السيارات حق أصحاب البناية ويشتغل لهم يعني هاليوم هذا ما صحه ينادونه يا كامل يا كامل طقوا الباب مو راضي يفتح الباب شوي ولا يشوفون اصلا الباب ما كان مقفول يعني افتحوا عليه الباب ولا كامل على الارض ومليان الشقه كلها دم على طول قاموا بلغوا العمليات وحضروا رجال الامن وتم فحص الموقع وشيلوا الاثار والادله والبصمات ومن الكلام من اللي له علاقة في كامل وتم التحقيق مع أهالي العمارة كلهم ما لقوا أي أثر للمجرم لكن على طول طلعوا تليفون كامل لقوا فيه أرقام ثلاث أشخاص تم استدعائهم ولا هذول الثلاثة اللي زاروا كامل قبل مقتله بساعات قليلة قالوا لهم وين كنتم وليش ارقامكم موجوده عند كامل اللي تم قتله قالوا احنا بالفعل زرناه وكان موجود قاعد وجنبه واحد من الجماعه يعني من اهل صهاج من نفس القريه واحنا بعد ما سلمنا خلصنا مشينا يعني قالوا من هو الشخص هذا قالوا احنا ما نعرفه بس هذا يشتغل في موضوع البنيان ما البنيان احنا سالنا يعني من ضمن السوالف معاه قال انا فلان ابن فلان في واحد من قرايبه موجود بنفس المنطقه قالوا منو؟ اعطوه رقم تليفونه اتصلوا رجال الامن على شخص استدعوه قالوا له تعرف واحد اسمه عارف يشتغل كذا كذا قال اي نعم فعلا, فعلا ساكن في العماره الفلانيه تم القاء القبض على عارف اعترف على طول عرف ان ما دام توصلوا له ان الموضوع انكشف تعال يا عارف ليش قتلت كامل وشنو علاقتك فيه وش اللي دفعك انك تقتله قال لهم الموضوع وما فيه ان المقصد هو السرقه أنا كنت في ضائقة مالية وأنا عايش مع بنت فلبينية وصاحب الإيجار يبي مني الإيجار والفلبينية تضغط علي وأنا مفصول من عملي فكنت متعود أني أستلف دائما من صديقي كامل لكن ذاك اليوم رفض أنه يعطيني وقال لي أن عنده 1400 دينار الإيجارات وأنا صراحة قتلته علشان فقط أخذ الفلوس اللي عنده وبالفعل اخذتهم ورحت سددت الايجارات اللي علي واعطيت الفلبينيه وخليتها تستانس وانا بديت يعني اصرف بالفلوس لكن ما لحقت انتم على طول القيتوا القبض علي تم احاله عارف للمحاكمه وتم الحكم عليه بالاعدام وهني انتهت قصه خيانه صديق هذه نهايه سالفتنا وفعمان الله مع السلامه